البنات اش كتقولي دي جبت لكم مصيبه يا تحيه لديك ميمي كنحمق عليها كتبع جاتني على قلبي كتعطي البنادم في وجهه ما كتعقلش لك على بنادم ناري بنادم ما كي المغاربه ما كيدخلوش سوق راسهم اون جينيرال ديك بلوك بلوك وبرا برا خصني نطلع لكم هذيك الاغنيه نعم نقلب عليها وندير عليكم حتى هي ندخلها في المونتاج يلاه وتهلاو البنات الله يعطيكم مصيبه يا الدراري ويا البنات اللي ولاو مخشيين في الكومنتيرات بزاف 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 اكثر من البنات في اليوتيوب قلت ما يدارت ما تكبوها هو الرجل بحال الناس ما شعلها شي واحد سلوكه تركب ومن بعد هي كتبدا ديتكت اي واحد ديز كتشعل نسيت باش يجي يركب عليا بصح بقى لك الا سلب كتر غيجي شو خفيفه اما هكا اما تجي هكا هنا عندنا غنديروها هكا نوريكم فين ها انتم البلاد دابا هنايا عندنا حنا هاد السابليك هكا بعدا ديجا وحدها هي محروقه غتجي هنا غتبدا لي ديز تتكتي وتقدي ديريها هكا ولكن حنا غنديروها هكا اوكي حيت هنا عندنا هادو ديال الدروج انا نوريكم تما راهي غتبان ليكم شتوهم الدروج كاملين عندنا حاطين بهاد الديزاين الوغ هاد الباب ملي كيتحل هنا كيضرب هنا ملي كيضرب كيبقى يضرب بقى كيضرب بقى كيضرب داك النار السبه جات في ماما تفرسخو حلات الباب وهي توشيها وهي تهرس حيت جاج انا نهبط نوريكم سالت معاك هيا هنا غتبدا كتسمع شي قلب ولا شي حاجه شتو راه جاج البنات هادي شفتوهم هادوك هادو خديناهم ليا ما بديناش حلو دونك محاش نلقاوهم حتى دابا باقي هاد الديزاين ما غنلقاوهش فهمتو داكشي علاش قلت لماما صافي خلي هاديك بوحدها حيت لجات تبدل الديزاين ديالي ديك غتولي خاصها تبدل كلشي اما الا دارت وحدة سامبل بحال هكا غير في سطوان ما غاتجيش مضطرة انها تبدل لي زابلي ديال الدروج فهمتو يعني غتبدل غير هادي بحال هادي غتولي محسوبة غير على هنايا واخا هي كانت ماشيه مع هادوك اللي هي مي غتجي محسوبه غير مع هكا هادا نجي هنايا ونجي حتى مع هادا الصباغه ها جيت انا الصباغه مع هادا ما تجيش معيقه ما حتى نركبها ونديرو ونخدمها ونوريها لكم ني تركب دار سنسور اليوم سنسور ناري المهم يعني اي واحد دايز ولا طالع ولا نازل هي كديتكتي كتشعل راه ولاو بزاف كيديروا في بزاف لي كوان بحال كدوك الكولوار شي بلاصه صغيره عندك كيديروا فيهم هادو مابقاش زعما دوك الضواو ديال انك تشعل وتطفي ولا تمشي خصك تقلبي على فين كاينه لا باش تشعلي هادو لو براتيك بزاف كيتستعملوا برا المهم حنا غنجربوها ونوري لكم باش خفنا غادي تبدا تشعل بالنهار علينا غادي نجي حنا اصلا دو كيجينا نار لا المهم تركب ونوريكم كلشي نوريكم الرأي النهائي والزوين فيها انها بلاستيك واخا غير تحل عليها الباب ولا هذا ما غاديش تبقاي خايفه كل ساعه غتهرس تهرس فهمتي هادي دابا بلاستيك غتسيبورتي داك حيت جات مورا الباب مباشره جو بونس با دابا هادي توصلها الباب الاخر حيت الدجاج ديالها خارج اون فوا كنحلو داك الباب ديال زين فين دايرين لا ماشينا نوفي داكشي كامل كتضرب فيها كتبقى بحال هكا ديما مهرسه فهاكا مزيانه ما غاديش تبقى فيها مشكل فهمتو المهم سيد الله ما جاش غدا شي غادي يجي ونوريها لكم ملي تركب عييت نعم صباح الخير عليكم كيف دايرين سمحتو بخير المهم انا فقط لقيت هذا الشيء طاب انا غنوريكم غير اشنو تما اخرى نعاود المهم حنا كيما شفتو معايا ها هو هذا الكوطيط كيتشحر بحال الكسكسو هو نورمال كنديرو انا بطريقه اخرى ماما دارتها بالطريقه هذه ما نبغيش نصور لكم انا كيعجبني يكون بحال يجي مشوي بالروز المهم يجي يعني هو تشوي مي يكون مشوي بحال الشكل ديال مشوي مع الروز والخضره ولا الروز بالبيتو هنا هذا راه الاخر ديال اختي واقيلا كيف قلت لكم كديروا الرقامه ديال التحرو وداكشي بالرقامه ديال الكسكسو وتسدوا عليه
كي طايب راه كيطيب دغيا ما كتحتاجش بزاف الوقت. صافي حيدناه ودرنا هنا الخضره، الخضره ديروا اللي بغيتو كيما كتشوفوا الخضره كلشي فيها، جات خضره نيت ما ديال الصوب هنا خضره. هذا هي الكسكسو وهذا الروز دابا غنرميوه كيتغسل مزيان، كديروا القياس اللي بغيتو. دابا الخضره راه طابت، كتسدك المرقه نفسها اللي كان فيها الكوتلات كتزيدوا ترويو وديروا الخضره وطيبوها وترميو دابا الروز غنرميوه وغنسدو عليه حتى يطيب. هنا درنا قرعة بوحديتها صافي، حتى نوريكم غير من بعد نعاودو ليكم. هنا دابا غنوريكم اللقطات، نرمي الروز دابا. وقيلا بابا قريب، ها هي القرعة طابت بالبصلة. يلا استنى يطيب الروز ونوريكم كلشي. هل ديال الوقت غطيبيه مع الروز؟ انا بصراحة ما كنتش باغا نديرو هكا، كنت هكا غيزرع عاوتاني تاهو في كثرة القامة، نديرو غير خفيف غير مليحة وكامل الكوتليت وندير الروز وخضرة راه تقدي تاهي ترميها تاهي. المهم تا نصورو شي مرة أخرى بطريقة أخرى. ها هنا البنات الروز ها هو درناه رميناه، طبعا تكونو غاسلينو مزيان باش تحيدو منو داك النشا باش يجي مفرز حبة حبة. حنا استعملنا هاد الروز، هذا راه ممكن تستعملو أي نوع ديال الروز. صافي دابا غنغطيو الكوكوط ونخليه واحد 10 دقائق وتفيو عليه. صافي هنا البنات غندير واحد البغيوش الضوء الكوتي باش الله يخمر، لان دابا البرد ما كتخمرش الحاجه بالزربه. البغيوش راه شاركت معكم 20 خمرنا، غنحط لكم الروابط في صندوق الوصف. شتو دابا الطريقه، الخضره كتخليوها تما وكتحطوا الروز اللي دزنا قبيله باش يطيب من الفوق. الوغ ملي كيطيب كتجيبوا الكوكوط باش كيجي الروز لتحت بلا ما كتخسروا ديك الخضره وتمحوها ولا تخسرها. كتهبطوا حد انا كبسه محمص كبسه اللي يكون عرفت نجيبوه باش نحط دابا الخضره هاهي بقات صحيحه. هنا البصل دابا غنزيدو الدقيق باش نحط عاوتاني شلت الطافي باش يكون في الشحن الكوتلات كيكون شويه الشحن. الكوكليت راه ندير في الزيت حتى تشوفي اللون ديالك ديال تتقلى عليك مليح. هذا ديال التطور ولا لا؟ شفتي عند بابا كتسناني انا نزلت لها الفيديو وانا كتنسي ديريها والقرعه نحطوها بالقرعه ونحطها بوحدها. هذه قرعه اللي كتكون عشكي سلابي
هي كاع ديميري كانت الصراحه حيت هما عندهم سلاويه الخضر كيقولوا ليه وسلاوي هكا الاحمر والدرعه هي ديك البومبين اللي كتكون دايره الدرعه ديالنا حنا هذا هما كيمشيو على حسب انهم سلاوي هاني جيتك غتاكليها انت راه ديالها نسيت ما جبت لكم معلقه والله الا نسيت ما جبت لها هذه معلقه زعما باش تشوفي شنو هو اللي مخلط حيت انا ما عنديش كيفاش نصيفط لك لان شي اللي شوكي ولا كنصور شوفي اللي شو كيفاش هو هيدي زيدي ديك لا لي شو زيدي ديك لاصوص باقي زيديها وجيبي انا نمشي باش نعفن غيبرد جيبي القرع لا هذيك ما عندكم وحده مشينا البارح قلبنا الدنيا ما لقيناهاش ما جابوش دراهم ممكن يمشي ب 5 دراهم هذيك الطويله اللي بحال ديال ميريكان يلا هاني اجي هاي كتفتت راه حطيتو عام من فوق راه ما طيبش مع المرقه الكروس مباشر خمرش عند الفران سخنتو طفيتو عاد خشيت الكروس دي سول يدار فمني شتو ما بغاش هي يخمر وانا نديرو هكا الكروس يجي طويل لان الا ما خمرش ليا ما غاديش الا جيت نخدم به نديرو دي بول ولا نديرو نشكلو ما غاديش غيزيد ما يطلعش فدرتو هكا باش يطلعني شويه سخن وصافي يجي مزيان كي تقطعو دي توست تاكليهم هكذا مع الصباح ولا صافي دابا وقت الكوفي تايم اش خلاها في كوفي انا تاني نشرب كوفي من الصباح لاباس من الصباح نجي تخلط وتاكلي تاكلي بابي وهي ما كتبوش لا هي شبعانه وكتفلو كتفشوش وتسارات اصلا هاني ميتيرك سي داك بسكوك ديالك فين هو بسكوك ديالك فين خبيتيه جبتيه دابا خبيتو عندك كازا كازا الناعسة ومغطية خبيتو جيت لمنطا وقع لي عندك اري اري هاني نوض عطي اللونة نقولها عطي اللونة تهز الجبدة من كثر تقصر دي بيبي بيتي اجي باش نشوفو كجينا و اجي هاني بيان ايسي بيان ايسي بيان ايسي هاني اجي باش وري موري تخبي تما تاكل اش تشبع وما دير حيت جبعانة ما باغاش تاكل هاديك لي زبدة تاعنا تلفونا تقمر يوما فين وانا نتسنى في الغيوشي هذاك الروز بنين يلا باونس في الصرف خلي كنتسنى مول هذاك يجي يركب دوك البالي البالي ركبتهم بليتو ماما راسها اصلا ما حتاجوش هذوك اللي يركبهم حيت غنطول بونه محروقه كتحيدها وتركبي الخاص بلا تجيبي لها انما هذيك الاخرى اللي خاصها حيت الخيوط شي عندو داك الشيء حيد هذه وركبها دونك كنتسنى غير باش نوريكم هذيك وعاد نختم خلال الفيديو المهم حنا دابا يلا كنركبو في البوله حنا دابا ركبناها ولكن ما نقدرش نعطيكم فيها دابا كامل ولا نشرح لكم عليها حيت نجربوها غير هاني صدعتينا ها انتما بغيتو تطفيوها باش ما تبقاش ديتكتي حتى شي حاجه راه كتبقى عندكم هذاك الساروت كتحكموا فيه اوكي بالنسبه للساروت بحال دابا بنهار غطفيها لان ما يمكنش بنهار اي واحد دايز غير يشعل لك تشعل الطفا يعني غتولي كتكسبي الضو هكا ما بغيناش الكاسبياج ما كاين ما نديرو بيه لوغ بنهار طفيوها من الساروت في الليل بحال هكا ملي بدا يطيح الظلام تشعليها الصباح ان فول شي واحد يطلع بكري طفيها الصباح دابا هي ملي شعلنا هي طفات دابا ان فول نبان قدامها شتو انا جيت هي طفات ديال البوليس انت ديري كي ديك البول ديال البوليس خاصني نتسناها نطفى
كنجلس كنقول لكم زعما اللي كتشوفوها عرفتي ديك اللمبه اللي كتبقى في الافلام المصريين كتشعلوا كتفرحوا راه حنا بيضه. المهم بعد الاضاءه ديالها راه مضويه، شوفوا اختي من بعد من النور باش تبان لكم. المهم راه السيده هبط ليها ركب التحتانيه، انا هبط نوريكم كيف كتشوفوا طفيناها، ومني تبغيوها راه كتعاودوا تسوركوا على السعروت. ها هي دابا طفات، ها هي طفات عاودت شعلت، ها هي شعلت. دابا الواعره اللي لاحظنا انها في هذه الشعله هذه كتبقى شاعله، نقدر انا نمشي وهي تبقى شاعله. ها انتم دابا انا دركت، ها هي تبقى شاعله، هاني اغيط. دونك هنا اللي ما عرفناش علاش كتبقى شاعله، فغنطفيوها حتى نشوف من بعد نكون مستنيه ونشعلها نكون جالسه حداها باش نشوفها واش غطفي الا ما كانش حداها شي حد. نقول لكم شتي ولات كتصب، وهاني غتاكل واحد العصيه، هاني غياكلوا واحد العصيه وسط التونه. سي درتو لي الارانب، نمشي نوريكم داكشي اللي ركبنا تحت عاد ندخلكم. يلا دخلوا اصلا شتي البنات، ها هو الغيه واش عندي خمار. صراحه احسن حاجه ديروا لو حلتو ما خمرتش لكم حاجه، سخنوا الفران طفيوه وحطوا فيه الحاجه عندكم سخنوه بزاف تيطيب لكم النص ديالها. ها هي دابا خمرت تبارك الله ما شاء الله، ندخل دابا نشعل، نعاود نشعل الفران حيت ملي كيسخن كنطفيه عاد كنحط فيه الحاجه تخمر. دابا غنعاود نشعلو باش يسخن على 200 يسخن ونحط البغيه واش ديجا دهنه دايره في كلشي، يعني ما يحتاجش نعاود ندهنو بالبيض. دائما دهنو قبل ما تخمر الحاجه، لان بعد ما كتجيو تدهنو تغادي تجوني الحاجه كتهبطوا ليها الاختمار ديالها. ف انا كنهضر اختي كتهضر لي تمام. عرفتو درت فيها الكوكو وهذا الزرار وداكشي، واو ياو 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 شوفوا شحال متفق. ناري انا من البارح وانا كنحرق في يدي، بغيت ندورها للجهه الاخرى باش تاخذ اللون وتكمل في الطياب ونوريكم الشكل ديالها وصافي باش تسالي. انا البنات هذه هي اللي كان خاصها هي تركب، انا غنوريكم ديالها. اوكي دايرين حنا راه ما زعما المهم باش تبان لي ديزاين ديال الشكل ديالها. اوكي كان خاصها تحل من تما كنت ديسيت تياش ماما وقالا من فرعنا ركبنا مرة صناعة دي دور قبلي ندمنا على الفرنة اغضو مدريتي نقل مطرح حيت حنا دايرين غير هنا في الكون. شوف الكون دايرين هكا هي غنبغيوش نوريكم كيفاش جا. غتلقاوني حاطه لكم الرابط ديال وصفات ديال البغيوش في صندوق الوصف باش اللي بغا يصيبونا ليه. شوف اختي اش دايره بالروينه ديال البنات. هو البغيوش طاب صافي، دابا بقى لي غير تيبرد عاد نحيدو، ماشي زعما تيبرد. دابا غنهزو نحطو في شبكه، ولكن دائما البغيوش ما تقطعوش او لا بان دو مي تيبرد عاد تقطعو باش ما تخسرش من الداخل يتعجن. كيجي غير مزيان مزيان هما شوفو هو معايا من الداخل شوفو ها هي باي. المهم يم 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 ضروري تحيدو تحطو فوق شبكة وخليوه حتى يبرد على راحته بلا خاطرو عاد تقطعو. عرفتي داك الكوك عطا واحد الريحة يم يم يم. طبعا تزيين راك تزيينو باش ما بغيتو، انا درت جنجلان بيض مع الجنجلان لاخر العادي وزرارع و اخر حاجة لحت شوية شوفو هاني شوفو هاني اللي ما كتشبعش، شوفو هاني اش كدير شوها تبعي هنا وولادها كيسحبوها كتاكل ومخليينها. المهم بنات بغيت نوريكم البغيوش من الداخل كيفاش كيجي هكدا، ها راه قطعتو هو باقي ساخن وساخن وساخن. اوكي شوفو الله
الملوخيه ولا الملوخيه. شو البنات اش كتقولي دي؟ جبت لكم مصيبه يا البنات. تحيه لديك ميمي كنحمق عليها كتبعها جاتني على قلبي. كتعطل بنادم في وجهه ما كتعقلش لك على بنادم. ناري بنادم ما كيدخل المغاربه ما كيدخلوش سوق راسهم اون جينيرال. المهم بغيت نقول واحد الحاجه، كنت كنتفرج دابا شفت واحد الفيديو وانا وحده كتنتقد وحده، وحده كتنتقد يوتيوبرز، يوتيوبرز كتنتقد يوتيوبرز. المهم حنا هاد البرامج هادو الحل للاسف في المغرب ما واصلينش، خاصني نقلب. انت كتديري وانا كنصور بلاتي. المهم قلبت الكاميرا باش نهضر على راحتي باش نقول لكم شنو اللي لقيتنا وحده. المهم كنت كنتفرج باغازاغ وانا نسمع واحد اللعيبه وانا نقول حنا كنتنقد وحده على المعيشه، على طريقه الفطور ديالها، طريقه قالت كيفاش انا ما نسوقش داكشي. هو كاين هاد القضيه كنسمعها بزاف وكنسمعها بزاف وكنسمعها بزاف، انه كاينين شي وحدين كيف يقول لهم راسهم انهم الا شافوا شي حد حاط طبله مزيان في الفطور في الغداء في الكوتي فهذا كيسحب راسو غير بحال بروتوكول كتبان ليه، اولا كتبان ليه ما عاد عياقه اولا ما عادش كتبان ليه. ما انه حنا كيف كتشوفوا معايا هيا طبلتنا حنا بوحدنا، ما عندنا ضياف ما عندنا حتى شي حد، ماشي بالضروره تيجيو عندي الضيف ونحط انا راسي طبله مقاده ولا طبله زوينه نفرح براسي انا اكثر ما نفرح بالناس. انا نبغي نشوف طبيصلات زوينين وكويسات زوينين قبل ما نشوفهم عند الناس، قبل ما نحطهم للناس اصلا، يعني ناكل فيهم انا الاولى عاد ناكل فيهم الناس. هذه وحده. كاين اللي كتبان لي انها عياقه ولا بروتوكول ولا كيليميني ولا بنات. كيف ما بغيت نقول لكم انه بزاف وهاد القضيه كانت كتقول لي صاحبتي، كانت ملي كنمشي عندها وداكشي الرباط هدى تحيه الا كتفرج فيها. كانت مسكينه كتبغي تكبر بيا وتوجد لي وداكشي وكتقول لي زعما انت كتمشي عندك كدير وكتقول لها صاحبتي الاخرى لا راه هما هكاك، حيت صاحبتي الاخرى كتكون معايا يوميا في الدار، يعني يوميا على يوميا على يوميا، راه ما يمكنش انا نكون كنتصنع وكنحط ديك الطبله غير ليها هي، يعني وانا في حياتي اليوميه راه كنحطها. يعني الوغ هي شافتني انها هذيك هو طبيعتنا فطورنا هكاك، خصني نحط طبيصلات نحط فرشيطات لا كاينه شي حاجه ما تكنفرشيط كونفيتير مثلا. المهم كنضحك، يعني انا كنهضر على انا على حنا في الدار كيفاش تربينا كيفاش كبرنا. دابا انا نقدر نمشي عند شي حد يبان لي يحط لي سلطه مثلا بوحدي حتى ما يحطش لي معاها فرشيط ولا هذا، كنبقى محزره ما لقيتش كيفاش ندير في العرس شحال مره وقعت ليا. الحمد لله كيكون بعد مرات السقاط هو التخطو ديال العائله واش غلاو كل هادوك مع كيكونوا كيعرفونا سربايه والدراري وتما وداكشي، كنقول لهم جيبوا لي فرشيط. وهاد القضيه كتوقع حتى عند الناس بعد مرات كنمشيو ضياف زعما ولا تمشي عند شي حد في لافامي كيحط لك مثلا يحط الماكله وما يقدر ما يحطش لك معها فرشيط، ولا حط فرشيط ما يحطش لك موس، اولا سلطه يحط لك مع معلقه، او كاين اللي ما يحطش لك كاع. الوغ كتضطر انك ما عندك ما ديري، كتولي شنو ما كندير بالناقص ما غناكلش، حيت انا في الدار مول فناكلها بالفرشيط. الوغ كل واحد عنده حريه وعنده، يمكن هما كتبان لهم بروتوكول، انا كتبان لي هذيك شي حاجه من العادات انها قله الادب تحطي سلطه مع حطي اللي كيتحط، وكل واحد عنده حريه الاختيار، حطي فرشيط حطي معها معلقه حطي معها موس. بنادم غياكل كل كياكل بيدي غياكل بيدي، اللي كياكل سلطه بالخبز ياكلها بالخبز، اللي كياكل بالفرشيط وبالموس غيلقى فرشيط وموس حداه. الوغ هادي غير بخانسيب بغيت نعطي للناس اللي كيفكروا ان راه داك اللي كيوجد بحال هكا راه كتكون فيه عياقه ولا كيكون فيه بروتوكول ولا شبعان ما عرفت شنو، هو راه شي حاجه طبيعيه. هاد القضيه قلت لكم والله لا، وشت هذاك المره سمعت وحده عاوتاني هضرات عليها قالت انا ما يمكنش ليا نكون كنفطر مع الخبز واتاي ولا ما عرفت شنو ونجي نصور الناس راه انا كنفطر بكرواسه ولا ما عرفت شنو نكذب عليهم، بحال زعما دوك الناس الاخرين اللي كيكونوا مساكن كيصوروا مثلا. انا من الناس اللي كنت كنصور فطوري يوميا قبل ما ندير اليوتيوب، قبل ما ندخل اليوتيوب كنت كنصور فطوري حتى من صحابات صاحبتي كيقولوا لها صاحبتك عايشه لافيون غوز، حيت انا ما كنتش ديك الساعه غير جالسه في الدار وما متبعيني صحاباتها. الوغ كانت كتجي صاحبتي كتقول لي دابا انت فين كتحطني شنو فطرتي شنو تغديتي شنو هذا، وانا كانت عندي عادي. الناس كياخذوها واحد الفكره ان راه بحال انت كتعيق عليهم، دونك كنت ديك اليبوك كانت شي حاجه زوينه انك تشاركي فطورك في الفيس في انستا، دابا راه ولات ديموضي اصلا اللي باقي كيديرها راه ما عندها حتى معنى دابا ما بقاتش ديموضات عندك وتبقى ديرها، كانت شي حاجه شحال هاد فيش يلاه بنت الانستغرام وداكشي صوري غديوه صوري فطيره صوري هذا بيان سور الا كيسهل انه تصور
كاين اللي قلت لكم كيشوفها زوينه كياخذ فكره كيتاسبيرا، يعني انت تاسبيري مني انا نتاسبيرا منك، هذا يتاسبيرا من الاخر، وهكا كنمشيو شي كيتقف الاخر، شي كيستافد من الاخر، شي كياخذ فكره من هنا كيفاش وجدي فطور، كيفاش شنو تاكلي، اكل صحي، اكل الفطور شنو هو اللي تقدي تبدلي، شنو اللي تقدي تبدلي تبدلي تبدلي. انا غطباس اللي كليت فيهم اليوم نقدر غدا ما ناكلش فيهم، باش نبدل ليا انا ماشي للناس. راه خاصك انت تفرحي براسك في طبلتك، ماشي ضروره يكون جاي عندك شي حد تنوضي تجبدي ديك الصينيه وتجبدي دوك الطباصول وتجبدي داك الشيء الواعر. المهم كاين اللي غتجي هضرت عليها، كاين اللي غتجي احسن حيط كما قلت لكم خبطوا في راسكم، واللي كيكتبوا لي هاد الكومنت بحال هكا مره جاي بلاك ديليت بلاك ديليت ما كاينش ما كنبقاش نصدع راسي، حيت فريمون انت كتكوني كتهضري مع الناس على طبيعتك باش تفهميهم شي حوايج اللي خاصهم يفهموها، دونك انت كتباني لهم انها عياقه ولا كتباني لهم بحال زعما انت ما متواضعاش. دونك انا عادي هذا هو الطبيعي ديالنا، ما يمكنش انا شنو نغير حياتي نبيلك انني كناكل خبز واتاي في الصباح كنفطر به، وانا من صغري ما انا كنفطر، كاينش واحد من صغره كيفطر بداك الطبله وبداك التاويل وداك النظام وداك الفطور، يجي نولي انا نبدل باش انا نعجبكم، نتواضع انا نولي كناكل شي حاجه ما كناكلهاش في حياتي باش انا نعجبكم ونبان لكم متواضعه. علاش علاش انت ما ترقيش راسك وتعلي راسك شويه ليا انا مثلا، تولي في مستوايا تولي احسن مني ميبي ما انه انا هادشي ما كيقولوش حيت زعما باش نعيق ولا باش ندير، كنقول لكم الواقع، انا كنقول لكم هذا المشكل لقيناه ميم على فامي كيجيو ولا صحاباتي كيسحبوا ان هاد الطبله كتسرب عليهم غير هما ملي كيجيو، الوغ كو انا راه ديما راه شفتوا فيديوهاتي راه ما كيكون عندنا حد، راه ديما حنا هكا، انا خاصني نحط 20 في طبسيل كيس في الطبسيل، نبغي ناكل حاجه اخرى نمشي نجيب طبسيل اخر ما نعاودش ناكل فيه، واش فهمتوا؟ يعني غنجيب طبسيل نقي ونحيد هذاك اللي موسخ، وانا راه بوحدي انا اللي غنغسلهم ما غيغسلهم حد. دونك كاين اللي كيشوفها انه لا راه كتجي بيزار كتجي غريبه، حيت هو ما ولفش هكاك، ولكن انا ما غنعذر بنادم اللي ما ولفش هكاك اوكي. المهم كما قلت لكم البنات كاين اللي كيبان ليه داكشي بيزار ولا هكا، قلت لكم انا هذوك الناس كنعذرهم، ولكن ما كنعذرهمش انهم يطلعوا يقولوا كتصنعي كدير عياقه، واش حنا كنفطروا هكاك، واش المغاربه كيفطروا هكاك، علاش يا حبيبتي؟ انت يمكن لونتوغاج ديالك ما كيفطرش هكاك، يمكن الناس اللي انت معاشره اولا مخالطه ما كيفطروش هكاك، كيفطروا بحالك بخبيزه واتاي مسمنات، كاين اللي كيفطر بغريرات، كاين اللي كيفطر بملوي على الصباح، كاين اللي كيفطر بالبيض والفرماج على الصباح، كل واحد واشنو عنده ثقافته باش كيفطر. دونك ما تجيش تحكمي على المغاربه كاملين كاملين، شخلاها طايس كاملين المغاربه خاصهم يفطروا بالخبز واتاي بحالك باش توليو متواضعين وباش توليو مزيانين وزوينين. راه كاين كل واحد كاين اللي غيكون كيفطر بالديسير بوحدو، كاين اللي غيكون كيفطر بكونفليكس، كاين اللي غيكون كيفطر بالخبز واتاي والبيض مسلوق، كاين الاومليت، كل واحد واشنو، ما تجيش تعممي. قلت لك كيحكم حيت لونتوغاج ديالو كيأثر عليه هكاك، يمكن كتمشي عند كاع الناس اللي كتعرف كتلقاهم كيفطروا بالخبز واتاي والزيت العود، كيبان لها راه كاع المغاربه خاصهم يفطروا هكاك، دونك كتولي بحال لا اوبليغاتوار انك انت تفطري تتي بداك الفطور باش تجباني انت بحالهم. علاش علاش نتوما ما توليوش بحالنا ولا بحال الناس اللي شويه عندهم ثقافه اخرى، اللي شويه عندهم سيستم اخر روتين اخر؟ هذا روتين من روتين ديال اي واحد، كل واحد عنده حياته عنده روتين اللي كيفطر به في الفطور، شنو خاصو ياكل في الغداء، شنو خاصو ياكل، كل واحد وشنو شنو مكتب ليه الله باش يفطر اوكي. حيت هذا ماشي كيعني على انه راه عياقه ولا هذا، غير هو انا كنهضر على مبدا ان شفت هاد القضيه بزاف مؤخرا، كنتفرج كنكون غير في انستغرام ستوري ولا شي في يوتيوب ولا هذا، كنلقى بنادم كينتقد شي حوايج تافهين، كل واحد يدخل سخر راسو، كل واحد يفطر باش ما بغا، كل واحد ياكل باش ما بغا، كل واحد يعيش بال المستوى اللي بغا والامكانيات اللي عنده، ماشي بالضروره واحد اللايف ستايل ديالو ديال الحياه ديالو اليومي كيفاش كيكون، ماشي ضروري نكونوا كاملين بحال بحال، وماشي ضروري كاملين كناكلوا نفس الماكله، وماشي ضروري كاملين كنلبسوا نفس اللبس، وماشي ضروري كاملين كتمشي لنفس البلاصه، وماشي ضروري كاملين، يعني كل حاجه فيها اختلاف، ما يمكنش غنكونوا كاملين متشابهين. وهاد القضيه ديال ان الواحد كيتهلا في راسو كيدير تاويل في دارو ويحط طبيصلات زوينين ياكل فيه هو بوحديته، ماشي بالضروره تيكونوا جايين عندو الناس، يعني سبقي راسك قبل ما تسبقي دوك الناس، كوني انت وجلسي في داك الفراش وشتفي على امهم دوك الصدادر والصالونات اللي غتخلي تيجيو الناس يجلسوا فيهم، ونتي اللي دامره فيهم خدامه فيهم، جلسي عليهم نتي الاولى، كلي فيهم اختي دوك تواصل نتي الاولى عاد كلي فيهم الناس، حيت ما كاينش محسن منك طيري حتى طيري، ما كاينش محسن منك اللي غيجي يكون حسن منك، نتي بالذات اللي خاسره عليهم. دونك شتفي على امهم دوك الصدادر وكلي بدوك الطباصل وعقلي على راسك، عاد اللي جا حطي ليه فاش ما بغى يتحط، مع انه فريمون
الموضوع راه طويل، عاوتاني فضيله كتشوف شي انتقادات كيوليو يخرجوا فيك العجب بنادم. والله لهذا المشكل قلت لكم راه قبل من اليوتيوب، وانا كنت كنلقى بزاف الناس كيماركيو هذه القضيه كيصحابوا طونك الناس اللي كيعاشروا بحال صاحبتي اللي كانت كتكون معايا يوميا في الدار وكتبقى معايا يوميا، وبعد ما تبات معايا يعني كتشوف انه حياتي هي هذيك، راه اللي كنديروا اليوم اللي التبصيل نفس غدا غنحط تبصيل، عاوتاني فرشيطات وكيليميني ولا هذا انتم غتبان لكم كيليميني، انما انا هذاك هو طبيعتي، ما يمكنش نحط طبله وما نحطش ليا تبصيل فين غناكل فيه انا، وتبصيل اللي فين غتاكل فيه اختي، وفين غتاكل فيه ماما، وفين غياكل فيه اللي كاين. كل واحد عنده تبصيل وغياكل فيه، كما ان كل واحد حر ياكل باش ما بغى ياكل. حنا ماما غتاكل بيدها ماشي حنا غناكلو بفرشيط، كاين اللي غتاكلها حاجه اللي غتاكلها بيدها، كاين حاجه اللي غتاكلها بفرشيط، مي هذا كيبقى اختيار. المهم انا حطيت الطبله كما خاصها تتحط، كيفما انا حليت عيني فيها غنبقى فيها سالينه، ماشي جاي عندي شي حد ولا حد كاين عندي صاحبتي ولا كاين عندنا شي حد من لافامي ولا هذا عاد غنوض انا نحط داك الشيء. راه هذيك حياه الواحد طبيعيه، راه ما يمكنش شنو نبدل انا حياتي مثلا، ولا ديك السيده اللي انت كتنتقدي فيها قلتي لها واش حنا في المغرب كنفطروا بحال هكا، وهي بغات تشهد دير فطور تركي مثلا، داك النهار رجعت على راسها دير فطور هندي فطور مكسيكي، انت سوقك فيها كل يدافع سوق راسو. كاين شي حوايج الواحد ما خصوش يتدخل فيهم، انتقاد اوكي انتقدي شي حوايج اللي شي حاجه في المحتوى اللي هي دايره، ما تبداي تنتقدي تنتقدي الفيديو هذا ستيل دو في ديال حياتها هي، كيفاش عايشه، كيفاش لابسه، كيفاش كتخرج، كيفاش كتاكل، كيفاش كتشرب، كيفاش كتكملي من دماغك. لا ستوب شويه، ديروا كاينين لي ليميت اللي خاصكم توقفوا عندها، ما تبقاش غابط. المهم انا هذا رايي، واللي يعجبو يعجبو، واللي ما يعجبوش برا برا. خصني نرجع ندير لكم ايكونيه ديال جات سوري برا وهند برا برا. انا بقى عندي زيد ناخذ هذا اليوتيوب برا برا، ما مصوره منه والو انا، راه باش تكونوا فاهمين. دونك راه ماشي انا اللي تبقاو تقولوا، راه ما زيد ديما ناقص عندي الحمد لله، انا ما عطلتش على اليوتيوب باش يوكلني ولا يشربني. دونك اذا باسي شي حد معايا انا بعدا لي ليميت ستوب، نقدر في المره الاولى ندير معاه الصواب نجاوب بهدوء، المره الثانيه ديليت بلوك 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 بلوك. عرفتي عجبتني ديك بلوك بلوك وبرا برا. خصني نطلع لكم هذيك الاغنيه نعم نقلب عليها وندير لكم حتى هي وندخلها في المونتاج. يلا وتهلاو البنات، الله يعطيكم مصيبه يا الدراري ويا البنات اللي ولاو مخشيين في الكومونتيرات بزاف بزاف بزاف، كثر من البنات في اليوتيوب قلت ما يدار. صافي ديروا شي حاجه تقفوا راسكم، قراو شي لغه ولا تفرجوا شي دوكيومون يفيدكم، تفرجوا شي حاجه تنفعكم، بقاو قابلين اليوتيوبرز البنات في المغرب، سيروا ديروا شي حاجه تستافدوا بها تنفعكم، سيروا تقفوا راسكم، تفرج لك شي حاجه تفيدك، خصوصا الدراري الدراري كثر من البنات في الانستغرام فيسبوك يوتيوب لي كومنت وداك الشيء. سي بيزار، الآية تقلبات، قالوا الآية غتقلب وتقلبات، كنت مخرجة عينيا. المهم أنا والله ما كنت غندير هاد الهضرة، كنت كنتفرج باز غازا وأنا نقول أنا نهضر في هاد الموضوع اللي فغيمو، ولا هو أنا ما كنهضرش هضرة برك كنتفلى معاكم، أنا غنبغي نهضر في الموضوع بصح ويلي ويلي، خاصني فيديو فيه ساعتين ولا ثلاثة باش نبرد هويشي وغديدي، وما كنبغيش حيت أنا كنتعصب وكنخسر كون قاعد صحه فضرتي. يعني دابا راه كنعطي لكم ببروده وبضحك وهذا، ما باش من نجيش هكا نيشان نعطيكم. والله يهدي ما خلقش خلى بنادم ما بقاش كيحشم، كلشي ولا كيدوي في شي، كلشي ولا باغي ينتقد شي، كلشي ولا باغي يعبر على شي. كاين شي حوايج تقدري تنتقدي ملي شتي شي فيديو ما عجبكش تنتقديهم، ولكن عاوتاني ماشي تدخل في الديتاي ديال حياه الواحد. نو يلا تهلاو.